أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن في بلد يشترط الإدارة على المرأة لاستخراج جواز السفر تقديم صورة بدون حجاب، فماذا تفعل المرأة التي تريد أن تؤدي فريضة الحج أو العمرة أو السفر للعلاج في الخارج؟ أفتونا بارك الله فيكم. هذه مصيبة، مصيبة جدا. يعني تصوير المرأة، تصوير وجهها بالذات فتنة، ويتداولها الناس ويشرفون على وجهها وعلى جمالها، وقد ينسخون على هذه الصورة نسخ ويوزعونها على الفساق، وهي ما تصور إلا وقد كشفت الحجاب. ففيها من محاذير، فيها محاذير، ولا يجوز تصوير المرأة لا للبطاقة ولا للجواز ولا لأي شيء، لأن فيه فتنة وفيه شر، فيه شر، علاوة على ما في التصوير من التحريم واللعنة والغضب الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.